طول النهار تعظيم مالك شيء بشيء بعينك وشيء بدنتك. انا بطلع بفطر ببيتي وبخلص بعد الفطر منزل راكبتي بحطها جنبي وارجلتي جنبي وانا عم بشتغل. بعدما انتشرت معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول ان تناول القهوة والشاي يشعر الصائمين بالعطش خلال نهار رمضان، التقت صوت بيروت انترناشونال بأخصائية التغذية هدى سنجري لنسألها عن حقيقة المعلومات، وكان لها رأي آخر. هذا الروتين الصباحي اليومي اللي نحن نتكل عليه عم نتخلى عنه بفترة الصيام، وعم بيكون عم ناخده ما بعد الإفطار. كتير بسمع أنه ما لازم نشرب قهوة لأنه هذا الشيء حيحسسنا بالعطش. مثل ما ذكرت الموضوع حسب الكمية اللي بده ياخدها الصائم بعد الإفطار، أوكي؟ يعني الدراسات بيّنت في حال كان الشخص عم ياخد لحد 300 ميلي جرام من الكافيين ما بعد الإفطار، هيدا ما بيأثر على العطش خلال فترة الصيام ولا بيخليه يخسر من المية اللي بقلب جسمه عبر البول. وبالتالي 300 ميلي جرام يعني نحن تقريباً عم ناخد فنجانين قهوة، قهوة تركية عم نحكي، لأنه أكيد نسبة الكافيين بتختلف بين القهوة التركية، القهوة العربية، النسكافيه، كل الأشياء اللي بقلبها كافيين، والشاي كمان. إجمالاً الشاي في نسبة كافيين أقل من القهوة التركية اللي عادة نحنا بناخدها. من الأشياء اللي فيها كتير كافيين ونحنا ما بننتبه لقد هي فيها نسبة كافيين، المشروبات الطاقة اللي هي بتحتوي على نسبة كافيين كتير عالية، يعني 2 من مشروب الطاقة تقريباً في 400 ملي جرام من الكافيين. تقول سنجري إن الاعتدال بتناول المنبهات أمر ضروري سواء كان عند وقت الإفطار أو السحور. ما لازم نكون عم نوصل لخمس ست كيسات من الشاي أو أنه نعمل ركوة قهوة كبيرة وكل شوي نصب نقول بدي عود عن النهار التاني، لا، كل شيء باعتدال وهيدا الشيء ما بيأثر. عم نحكي ب 300 ميلي جرام من الكافيين ما إلا أي أثر على موضوع العطش بالنهار التاني. وتوجهنا أيضا بسؤال للناس عن كمية المنبهات التي يتناولونها في شهر رمضان وعن تأثير الصيام عليهم. اللي بيشرب قهوة وشاي كتير خلال النهار بيصير بيعطش، قديه مزبوط هالموضوع؟ يعني معقول بيعطش بس هالطقس ما بيخليك تعطش. لا طبيعي صراحة، يعني من قبل رمضان أنا ماشي بهذا السيستم، بعد رمضان أول يومين تعبت شوي لأنه بدون قهوة مش لأنه عطشت أو لا. بس قهوة بيشرب قد ما بدك، عطش ما فيه، بس تعصيب هي فيه، فقدان للسيجارة، فقدان لفنجان القهوة، بس غير هيك ما بيمشي الحال. بشرب قهوة وبشرب شاي وبشرب كاكاو ولا بحس بشي، الحمد لله رب العالمين، هذا الفضل لرب العالمين. خلص بنتكل على الصيام بيرمي حمله على رب العالمين، ما بحس بده يفكر بالقهوة والدخان والأرجيلة وبكرشه، بيحس بكل شيء بالجوع والعطش. وختمت سنجري بنصائح للصائمين. فترة رمضان عند الصيام بنشوف انه اغلبية الاشخاص بيعانوا من امساك، وبالتالي نحنا لازم نكون عم ناخد الالياف اللي هي موجودة بالخضار ونبدل الخبز الابيض بالخبز القمحة كاملة، وفي حال كانت الوجبة بقلبها رز او بروتيين مع خضار ما في داعي بقى نكون عم ناخد كمان مصدر نشويات تاني.